يعني هنا حضرتك ذكرت الوالد ونصائحه في هذا الشأن، والإهداء في الكتاب اللي هو في التقدم كان إلى أبي وأمي وإلى كل من علمني حرفا. أيوة، هو يعني من علمنا حرفا صرنا له عبيدا، ومن أيوة علمني حرفا طبعا. صرت له عبدا كما يقال. وأول من علمني أبويا وأمي الله يرحمهم يعني، والاثنين يعني أنفقوا من العمر كثير على تربيتي. أنا فقدت والدي رحمه الله وأنا في سن مبكرة، وكان حريص يعني في وقت الوجيز اللي عشت معاه إنه يرسخ فيها بعض الأفكار وبعض القيم وبعض الإرشادات، وكأنه أنا كتبت عنه مقال منذ عدة سنوات. يعني ما فيش حد بيعرف اجله، ولكن لانه انا يعني انجبني وهو في سن متقدمه نسبيا، وكان عنده عده امراض، فكان كانه في عجاله بيديني نصايح في شكل كبسولات، تعمل كذا وما تعملش كذا، والارض مكانها هنا، ودراستك تبقى كذا يعني. فكان يعني كانت علاقه مكثفه في وقت كان هيك بتقول وجيزي. كان طبيبا. هو كان طبيب متخصص في الامراض اللي احنا بنعاني منها الناس، وكان مدير للمعامل المركزيه، وكان باحث في معهد طب البلاد الحارة، وكان متخصص في العلوم البكتيريولوجية، وكان سياسيا كان عضو في البرلمان، وكان شغوفا بالأدب والتاريخ وبالزراعة. ماذا اكتسبت من الوالدة؟ هو الوالدة رحمها الله يعني كان عندها الفراسة التي يعني ذكتها بعلاقات متميزة مع الناس، وكان عندها القدرة على أنها يعني تتبين كده عن بعد الأماكن الواحد المفروض يتفاداها، وأنه وإيه الأماكن الواحد ممكن يدخل فيها بقلب جامد يعني. فهي كانت يعني مرشدتي في الفراسة. يعني بالفعل المدرسة، أو يعني أن الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا صحيح طيب الأعراق. صحيح، وهي كانت طيب مدرسة مخلصة كمان، يعني مدرسة في مدرسة مخلصة. دكتور محمود، حضرتك بتنتمي لعائلة يعني لها باع سياسي في مصر، طبعا كلهم كانوا أسماء كبرى، زكريا محي الدين، خالد محي الدين، دكتور فؤاد محي الدين. كيف نشأت في هذا الجو؟ اكتسبت إيه منهم؟ أولا هي مسألة احترام الاختلاف والتنوع، يعني المدارس السياسية المختلفة اللي انتمت لها العيلة فيها اليساري التوجه، وفيها اليمين المحافظ، لكن يجمعهم أنه مسألة الدولة بالنسبة لهم مسألة كبيرة جدا. فكرة التنوع رغم يعني وجود الهدف وهو التقدم والتطور وحماية الدولة، وكنت بجد بقى المناسبات المختلفة اللي كانوا بيجتمعوا مع بعض فيها حوارات شديدة الاختلاف، ولكن مع ود قائم لم يختل، يعني حتى مع الخلاف السياسي الشديد والصراع السياسي أيضا، ولكن الود والحفاظ على العلاقة الأسرية وحمايتها. يعني أنا والدي رحمه الله مثلا كان في وقت من الأوقات كان شديد الاختلاف مع عمي خالد محي الدين رحمه الله، ولكن شقيقي الوحيد مسمى على اسمه خالد، مش على اسم عمي الآخر اللي هو الشقيق لأبويا فؤاد محي الدين. فهنا دي مسألة بقى الخلاف في الرأي لا لا يفسد الود يفسد قضية، الود أنا قضية، صح. اتربيت عليها. ويمكن حتى في واحد من الزملاء الأعزاء لما كنت في الحكومة، وكان عملي في عمل صعب، موضوع الاستثمار والتعامل مع قطاع الأعمال العام وجذب الاستثمارات والتعامل مع البورصة، فدي كلها مجالات يعني خاضعة للنقد العام طبعا. والنقد الصحفي، وطلعت نكت وطلعت كاريكاتيرات وبتاع. فأنا كنت بتباهى بهذا، وكنت بطلب من اللي بيرسم الكاريكاتير إنه يبعته لي بشكل مكبر وببروزه، لأنه مش بس من باب الإعجاب بالفن الكاريكاتير وعندنا بالفعل تاريخ كمان، رسامين، هو بالظبط هو يعني لتاريخ، تسجيل وأيضا تاريخي. ولتأكيد ان الموضوع انا ماخدوش بشكل شخصي. لو كنت قاعد في بيتنا او قاعد في جامعتي ما كانش هيصيبني من هذا الكاريكاتير، لا في مدحه، خدت شوية حاجات طيبة برضو في المدح، ما كانش كلها. وخدت من الأستاذ أحمد رجب 5 أو 6 يعني نص كلمة من كلماته، كانوا 2 لازعين نقدا و4 أو 5 فيهم مدح شديد، وده برضه استثناء من الأستاذ أحمد رجب ايوه الله يرحمه، الواحد يفلت من قلبه. صحيح.